اتكلمت معاك بره الهوا، اعتقد النادي الاهلي عنده عدد كبير جدا جدا من اللعيبه الموهوبين، عنده عدد في كل مركز نقدر نقول عنده لاعب او اتنين. من وجهه نظرك ايه اول ما جيت النادي الاهلي ايه المشاكل اللي قابلتك؟ يعني اول ما جيت ومسكت الفرقه قلت النادي الاهلي عنده مشكله في واحد اتنين تلاته، ايه المشاكل اللي قابلتك مع بدايه توليه المسؤوليه؟ دايما احنا شغلنا ان احنا نحل المشاكل. طبعا ما ينفعش نحل كل المشاكل دايما، بس بنحاول نحل معظم المشاكل. لكن طبعا بنقول الفرقه مش لعيب واحد، اكتر من لعيب، فده لازم نحل مشاكل اللعيبه كلها، وده دوري كمدرب. وطبعا الجماهير بتبقى متركزه مع اللعيبه، ولازم بحب دايما اقول للجماهير مش الفرقه مش لعيب واحد او اثنين، الفرقه كلها بشكل عام هي اللي المفروض يعني تحظى بالتشجيع. ولازم احنا نقبل ان احنا كلينا احنا نلعب كفريق مش كلاعبين كعناصر، احنا كفرقه بشكل عام دوري ان احنا نحل مشاكل الفريق بشكل عام مش بشكل اللاعبين. افهم من الجمله الاخيره ان مستر بايلر دايما يحب ان النجم هو الفريق، يعني ما يكونش فيه نجم واضح وبيقول ده نجم النادي الاهلي فلان وفلان وفلان، بيعتمد شغلك ان النجم هو الفريق والتيم ورك نفسه، ما بتعتمدش على بعض الاسماء او بعض النجوم اللي ممكن تحقق بطوله. نو جي كومبت سور تو لي جوور، بعتمد على كل اللاعبين مش على لعيب واحد بعين. طبعا للاسف في لعيبه غايبه عننا بسبب اصابات، ولعيبه كويسه جدا وكانت مؤثره جدا، لكن للاسف غابوا عننا الاصابات. بس انا ما بفكرش في اللعيبه المصابه او الغايبين عني، بركز في اللعيبه المتاحه. لان احنا كفريق احنا كاسره، احنا بنشتغل كاسره، والاسره المفروض كلها بتساعد بعضها نحقق افضل النتائج، وبنشتغل كاسره واحده من غير ما نفكر اسم لعيب بعينه كلنا هننجح. عايز اتكلم برضو وبكل امانه، يمكن من انا على المستوى الفني اللي شفته ان مستر بايلر من وجهه نظري انا ما دخلتش جوه الفرقه قوي، لكن شايف ان كل الفرقه او كل اللعيبه بتاخد فرص من خلال عمليه التدوير في المراكز. يعني كنا بنشوف احيان كتيره جدا جدا على سبيل المثال وليد سليمان ممكن يبدا وبعدين الماتش اللي قبليه ما يبداش، عندنا تدوير كامل. ف مستر بايلر انت عندك رؤية معينة لتدوير اللعيبة بتعتمد بشكل كبير على 23 لعيب مش على 12 لعيب بس؟ ده صحيح، انا باكد انا بشتغل بالطريقه دي دايما، بحب دايما اعتمد على مجموع اللاعبين، لان اللعيبه كلها عندهم امكانيه ان هم يمثلوا النادي الاهلي كلهم على مستوى فني عالي. انا بتابع اداء اللاعبين كلهم، وانا بشوف اللعيبه كلهم بيلعبوا بشكل جيد، علشان كده بديهم فرصه كلهم، ما بديش فرصه للعيبه معينه وبحط الباقيين كاحتياطي. انا ما عنديش احتياطي واساسي. ممكن يقابلوا بعض المشاكل في الحتة ديت، عملية تدوير اللاعبين، ممكن اللعيبة مش متعودة على النظام دوت، ممكن يقابلوا مشاكل في الحتة دي شوية من خلال ان تثبيت تشكيل معين، او هو بالنسبة له قابلته مشكلة في الحتة دي من الناحية الفنية او من ناحية جزئية اللعيبة. لا ما حصلش ده. طبعا اكيد اي لعيب ما بيلعبش بيكون محبط بيكون حزين، لكن ده شيء طبيعي وبقبله طبعا. لكن انا وصلت كل لعيبه ان كل واحد ليه وزنه وليه قيمته في الفريق، وزي ما بقول دايما ان الاهم بالنسبه لي هي الفرقه كلها تكون ظاهره، والفرقه كلها هي تكون نجم مش نجم واحد، وفي الاخر لما اللعيبه كلها بتكسب الاحتياطي او الاساسي بيكسبوا. اوكي، انا يعني برضو في سؤال انا تقريبا